خلينا نتجوز، يعني بصراحة أنا ما عاد فيني أعيش وراك. لك يا سهيلة، مرتي وولادي شو بيساوي فيهم؟ لك حبيبي نسيان إنك أنت دائما بتقلي إنك ما عم ترتاح بالبيت وحاسس جبل على صدرك على خناق ومشاكل مع مرتك وولادك. والله معك حق، ما في ولا مكان عم أرتاح فيه. ما رح ترتاح غير عندي، أنا بدللك وبفهم عليك وبحبك من جوات قلبي، بعدين انت بتعرف انه سوسو عايشه لك، سوسو كلها كرمالك. سهيلة، انت بتعرفي انه بحبك. بعرف، بس انا بموت فيك. طيب امتى بدك تكتب الكتاب؟ هلا. ماما، انت ما لازم تسكتي لأبي، لازم تحطي له حد للمعامله اللي عم يتعاملها معنا. منين جايبه هالقوية كلها؟ بدك يعني حاسب ابوك ايش هو ولد صغير؟ امي، ابي اذا بنغلط غلط هالقد صغير ما عم بيأثر فينا، على طول نازل فينا محاضرات ومعاجبه العجب. قولي لي لشوف، لوين بدك تصلي؟ ماما، بابا متغير، مدري شو صاير له، يعني قبل كان هيك حباب ولطيف، يقعد معنا يضحك معنا، هلا بتحسيه بس بده يعمل مشكلة ومو عاجبه حدا فينا. أمي حبيبتي، صاير بيناتكم شي؟ في شي؟ لا، ما في شي. الله يرضى عليكي، قومي على المطبخ مشان نجهز الطبخ وهلا بلحقك. حاضر أمي، حاضر. ولك أنا اللي مشتاق، لك أنا اللي عم أدوب على نار بس لحتى أشوفك، صدقيني. لك يا سهيلة، من هلا ورايح ما في شيء بعدنا عن بعض، نو. يا مو، ناسي على السوق خير، شو عندك؟ وينه أبوك؟ بالحمام، خير شو في؟ خير خير خير، شو في؟ الله يرضى عليك، فوت لجوا، بدي احكي مع ابوك كلمتين لحالنا. ماشي. خليك هون حسان، خليك هون. خير، شو بدك تقولي؟ شو هالسر العظيم هاد اللي بدك تخبيه على اولادك؟ ماما شو في؟ شو بكو؟ بتحب احكي قدام اولادك؟ احكي، انا ما عندي شيء خبيه عيني. شو كانت سهيلة هالحيوانة عم تعمل معك بالسيارة؟ شو الاكتشاف العظيم ها؟ سكرتيرتي عم بوصلها لبيتها. بالله شو؟ سكرتيرة قاعدة جنبك والسيجارة بإيدها والأغاني على الآخر. ماما أنت شو عم تحكي؟ اسألي أبوك المحترم. أنا ما حدا بيطلع له معي، أنا ما غلطت بشي بنوب. لكن هذا شو؟ شو بده يكون هذا؟ عم تفتشي بأغراضي بكيافاتي؟ شو هذا لكبي؟ لا هيك ما حبيتها منك بنوب. شو فيها الورقة؟ زواج عرفي؟ حقي تزوجت على سنة الله ورسوله، شو المشكلة؟ بابا أنت سمعان حالك شو عم تحكي؟ شلون هيك بتعمل؟ شو هالحركة يا كبير؟ لا ما حبيتها منك بنوبة. هذا حقي بابا، حقي أنا. أنو حق هاد؟ أنو حق اللي عم تحكي عليه؟ أنا وقفت جنبك وماني منقصة عليك شي، بتقوم أنت بتكافيني هيك؟ شعلت لك أصابيعي العشرة، كنت عم تدور على حقك، بس أنا حقي وين؟ شو؟ شايفكم صافين مع أمكم اللي عم تعلمكم عليه ليل ونهار. فشرت! ولك! اوعى تعملها يا أبي، اوعى. ماشي ماشي، بصير خير إن شاء الله. لا يا فاتي، أنا ما جبتك لهون لحتى نظر عليك، أنا جبتك لحتى حكيك كلمتين كرمالك وكرمال ولادك. قولي هالحكي لأخوكي، هو يلي تخلى عني وعن ولادي ولحق هي السنكوحة. حبيبتي لا تحكي الحكي، الله يوفقك. صعي هو أخي وعلى عيني وراسي وابن أمي وأبي، بس أنت كمان كتير غالي علي، أنت رفيقتي وأختي وعشرة عمر. أخوك دمرني، نسي العش، نسي الخبز والملح،
ونسي انا شو عملت معه. لك يا اختي مضروب على راسه، ما له عرفان شو عم يعمل، صدقيني ما له بوعيه. مستحيل مستحيل، ما بقدر اتحمل عفاف، ما بقدر. فاتي فهميني، هي وحده حقيره وواطيه وتافهه، لا تخليها هيك تنبسط هي وياه ويعيشوا حياتهم على البارد والمستريح. روقي روقي وفكري منيح، كم يوم رح يرجع لك صدقيني. ما بقدر ما بقدر، انا بدي اتطلق بدي اتطلق. هدي هلا هدي، انا جبتك لهون لحتى نحكي انا وياك كلمتين بفيدوكي بفيدوا الاولاد، بدك تسمعيني ولا لا؟ بحكي بسمعك. الله 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 على ريحة هالأكلة الطيبة هي. أهلين بابا، كيفك يا روحي؟ يعطيك ألف عافية، رح فوت جيب لك كاسة مي بتكون عطشان. هاي كيفك؟ مرحبا يا بي. أهلين يا بي، الله يرضى عليك. شلونك؟ طمني عنا. الحمد لله بخير. صحتك كيف؟ الحمد لله تمام. يلا لا يحرمني هالأمن. لا كبرني ربك، نحن بلاك لا شيء، انت الشيء ونحن لا يا بي. الله يخليك يا رب. الله يخلي لي اياك بداية. اكيد بتكون جوعان، انا طبخت لك الاكله اللي بتحبها، تكه وبيكون الاكل جاهز. يلا الوجع ساعدك، يلا بابا بابا كاسة المي. بيته صحة وهنا حبيبي، انت فوت غسل وانا رح فوت ساعد امي، ايه مشان نتغدى. يلا غير العقل، نحن والشله كلياتنا ما ناقص واحد فينا غير انت. طيب شو غليظة، اعمل حسابك ها، بكره بدك تروحي معنا شنو رنا كثير كثير مهضومة. يا سهيلة قعدتها بتجنن هالبنت. لك لي هالبطيخ من ايدك وحاكيني. إيه ردي علي شو بدي؟ بكره ايه؟ يلا يا حبيبتي باي. شو بدي؟ ليش هيك البيت قايم قاعد؟ هلا صار لك ساعة غايب مشان تجي تسألني عن البيت قايم قاعد. عن جد عم حاكيكي، لك ليك زبالة حتطلع على الباب صار. شباك مهنا شو صاير لك؟ بتروح لعند عيلتك لتطمن عليهم بترجع بتتفشش فيني؟ ليك عيني اذا مرتك وقحة وقليلة ادب واولادك مالهم مربين فهذا ما بيعني لك بنوب ولا بيعطيك حق 1% تجي تفشش فيني، انا مالي مضطرة. لك انت مين سمح لك تجيب سيرة مرتي واولادي اه؟ ليش هن انقربوا عليكي اصلا؟ ايوه سهر وبان حبيبي سهر وبان، يلا ورجيني وشك الحقيقي، مو على اساس مرفينك عيشتك وعلى اساس تطلع من عنده لتجي ترتاح عندي؟ اوه علينا، لك وين بدي ارتاح؟ وين ما بروح بلاقي مشاكل؟ ليك عيني هن كلمتين، انا لحمي مر وما بيتاكل، كثير ها؟ دير بالك مني وخذ حذرك، حط ببالك منيح هي، فهمان ولا لا؟ لك شو عملت بحالك يا مهند؟ ليش وصلت لهون؟ ليش؟ معقول تترك عيلتك وتروح تتجوز وحدة مثل سهيلة؟ فاتي خليكي معي شوي، بدي احكي معك. ما عاد في حكي بيني وبينك. أنا بعرف إنك زعلانة مني وبعرف إني أنا غلطت بحقك كثير، بس يعني إذا بس شو؟ معناتها عم تبرر، مشان هيك ما في تفاهم بيني وبينك. يا فاتن بس اسمعيني. أنا ما رح أسمعك، وما في حكي بيني وبينك طالما لسه سهيلة بحياتك. بس أنت الأساس؟ لا، أنا ما بتوازى معها لهالحقيرة هي. لك يا مهند أنا فاتن، أنا مستواي مو من مستواها. بس أنا لساتني بحبك يا فاتن. أوعك أوعك تحكي عن الحب، لك أنت ما بتعرف تحب. طيب شو اعمل؟ شو اعمل حتى تسامحيني؟ فهميني. انت قلتها مثل ما هدرت كرامتي وقيمتي قدام الكل، بدي اياك ترجعها، وهي شغلتك انت مو شغلتي. ما
عمرك ليش بتضلني؟ شو عمل فيك انا؟ لا يا اختي يا رجل لا. ايه مو الحق عليك، حق الحمار انا اللي رايحه جايه عم دللك وما شفت منك خاتم هلا تقده. شو عمل فيك انا؟ الله لا يوفقك، لك الله لا يوفقك. شو نابني منك؟ لك انا 300 شب واكثر حفي وراي بس لك ليه